عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم درس ديال المغلف، تيكون في الكمام القوف في القفطان في الجلابة، يعني في اي حاجة يمكن لك. واحد الدرس اللي هو خفيف وزوين. بسم الله كنبداو على بركة الله. هنعمل الغرزة ديالي الاولى في الثوب، معايا مزيان، كندير غرزة ثانية، كنلوي جوج تلويات على البرا، كنحاول نهز الخيط ديالي شوية لفوق، عاد يمكن ليا نحزمها. شوفوا معايا مزيان، كندير غرزة اخرى في الثوب، كنلوي تاني جوج تلويات على الابرة، هذه ما كنحزمهاش، كنرمشي نرجع الاولى الراس الاول، وكنلوي تاني جوج تلويات، كنحاول نجر مزيان الخيط باش نثبتو مزيان يجيو مكروفين، كنحاول نحزمها باش تكون عندي هاد الرويس هذا. كنرجعو الغرزة الأولى وكنبدأ نغلف في هاد الضرس. كندير اللوية الأولى، اللوية الثانية، اللوية الثالثة، دابا كنضرب في التوب، كنعود غرزة أخرى في التوب، كنلوي تاني على البرا، كندير غرزة أخرى تاني في التوب، كنلوي تاني جوج تلويات على الإبرة، كنحاول نجر الخيط ديالي الفوق ونكرف مزيان، كنرجع تاني لهاد الرويس، كنلوي تاني جوج تلويات، كنثبتو مزيان، كنحزم، عاد كنرجع للسطر، كنبدا نغلف، هاد السنينات، شوفو معايا، كنرجع تاني توب، كنضرب الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، كندير جوج تلويات، ندير تاني سنينة أخرى، نرجع تاني السنة الأولى، نرجع الغرزة الأولى اللي بديت بيها الفراغ،
كندير ثلاثة ديال التغليفات، نغلفها ثلاثة المرات باش كيجوني واقف. نبدأ تاني كنضرب جوج ضربات في الثوب، نعاود لكم مرة أخرى. معايا نستمر، تم غادي نخدم على هاد الطريقة لي هما هاد المغلف تا هو ساهل. هذا هو الشكل الأخير ديال المغلف، كيجي رائع وأنيق، يعني شي حاجة خفيفة. واللي عجباتو ما ينساش يدير ليا الابوني باش ديما يطلع لي الجديد، وشكرا.